الحمد لله على سلامتك يا ابوي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ولدي. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا ابوي. الله يسلمك يا بنتي. هاي تفضل. وجهك ناير يا بابا ما شاء الله. حتى هو ايطاليا؟ لا مش هو. هذا ألدو رفعني لمونتي كاتيانو. قعدت فيها نهارين. لا وشين يديروا لك في مونتي كاتيانو؟ شين يديروا لك؟ يفيقوك من الساعة 7 الصبح وينزلوك لصالة الفانجو. شنو الفانجو؟ الطين. يحطوني على الرخامة ويغطوني من صبعي الصغير لقبعة راسي. والطين سخون؟ في نار والعة. يحطوني ويمشوا. وبعد ساعة بالضبط يجوا يحولوه وينزلوني في جابية ميتها باردة. ونقعد نعوم ربع ساعة. وبعدين يرفعوني لشيش من ميتها كبريتية. ولابد نشرب لتر ونص مية. وتتعاود نفس الحكاية في المغرب. هما يومين حسيت فيهم روحي رجعت 10 سنين التالي. واضح يا بابا واضح. كل شيء واتي. كل شيء واتي يا بابا. الراجل غير في مروحتك. هو ودى حوشة ولا مازال؟ واتي على قول تهني. شو رايك نقرأ الفاتحة نهار الجمعة في جامع النقا؟ نقرأها على بركة الله. بركة وين الرزاطة والعبنبر؟